وانت كمان يا كابتن ميدو كان ليك شغل كبير جدا ودور كبير مع لعيبه النادي الاهلي. مبروك الثلاثيه يا كابتن. والله الحمد لله، يعني بحمد ربنا الثلاثيه العام الثالث على التوالي بنسبه 100% كل موسم الحمد لله. يعني ده مجهود كبير جدا بيبذل يعني من اللعيبه ومن الجهاز الفني كله، فالحمد لله. والله فعلا احنا تعبنا السنه دي يمكن جدا جدا عشان نوقف اللعيبه على رجليها، سواء كان قبل الكورونا عشان المنتخب كان في تجميعات منتخب طويله، وبعد الكورونا كانت صعب جدا ان احنا نوقفهم على رجليهم. الحمد لله بشكر اللعيبه جدا على المجهود العظيم اللي عملوه، ونهايه موسم الحمد لله موفقه بالثلاثيه. كابتن محمود الخطيب دلوقتي في كلماته وزي ما بنقول مأكد الحافز وبيدعم وبيساند، عارف يعني النادي الاهلي عارف يعني ايه كابتن محمود الخطيب، والعكس صحيح جمهور النادي الاهلي عارف يعني ايه كابتن محمود. والله كابتن محمود اتكلم ان اسعد ايام حياتها دلوقتي في اللعب، ومش هخبي عليك قال لك لازم تفرحوا جمهور تاني وتالت ورابع. الاهلي كده وطول عمره كده، وان شاء الله نقدر يعني الجمهور حاطط امل على الفريق بتاعنا ده، والحمد لله ان احنا دايما نكون عند حسن الظن الحمد لله. مبروك كابتن ميدو. ربنا يخليك. مستمرين معاك يا كابتن هيثم، ونروح طبعا للجمله بقى سواء كابتن محمود رؤوف، كابتن محمد معوض، كابتن عبد الفتاح. كابتن محمود بارك لك النهارده طبعا على الفوز، هو ده النادي الاهلي ومتعودين على كده، لكن لما بتحقق الثلاثيه بيكون ليها تاثير عند جمهور النادي الاهلي اللي بيطالب على طول بالفوز. ببارك لك وبارك لكل اللعيبه. ربنا يخليك، ربنا يبارك فيك. طبعا احنا بندي الفوز لجمهور النادي الاهلي اللي ورانا دايما وبدعمنا، وان شاء الله الفتره دي تعدي ان شاء الله ونرجع نشوفهم معانا تاني ونحتفل في الملعب مع بعض. زي ما انت قلت طبعا الثلاث بطولات دي، يعني احنا كان نسينا افريقيا كمان تتلعب ونبقى اربع بطولات. الفرقه دي فعلا رجاله واحنا بنتعب جدا، يعني مش عايز اقول لكم يعني كميه المجهود اللي بتعمله عشان نظهر بالمنظر ده، والحمد لله. وان شاء الله دايما نبذل نفس الجهد، وان شاء الله دايما بطولات الكره الطايره تبقى في النادي الاهلي. مبروك. ربنا يخليك. شكرا. اكيد طبعا كمان بيضمننا نجم نجوم النادي الاهلي كابتن عبد اللطيف عثمان. طبعا مبروك، يعني زي ما بنقول قيمه النادي الاهلي كبيره جدا، فما بنكسب مباراه واثنين وثلاثه وبكون كمان النتيجه 3-0 الامر بيكون كبير جدا عند جمهور النادي الاهلي، متعودين على الاداء ومتعودين على المكسب، لكن النتيجه بتفرق معانا. مبروك النهارده، اداء رائع كالعاده من كل لعيبه النادي. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. الحمد لله يمكن الفرقه هنا كل اللعيبه فيها كبار وصغيرين قد المسؤوليه وعارفين المسؤوليه اللي عليهم والمسؤوليه قدام جمهور وقدام النادي، فالحمد لله بننزل قدام كل الماتشات بتركيز كبير عشان نقدر نحسمها بشكل كويس. والحمد لله الفرقه السنه دي يعني في الظروف اللي حصلت دي كلها قدرت تطلع تكسب الثلاث بطولات بنسبه 100%، وعندنا فتره ان شاء الله ونبدا الموسم الجديد، فان شاء الله نوعد الجمهور كمان والنادي ان احنا ان شاء الله الفرقه هتحافظ على نفس الاداء ان شاء الله. ظروف استثنائيه الفتره اللي فاتت كورونا، ويمكن اللعيبه غابت بشكل كبير، لكن قدرتوا تقفوا على رجليكم وقدرتوا تحققوا. الفتره دي كانت بالنسبه لكم ايه ومثلت لكم يا عبد الله؟ لا الموضوع كان صعب جدا ان انت اربع شهور تقريبا قاعد في البيت، ومره واحده تيجي ترجع وتلعب ماتشات وعدد ماتشات كبير في وقت قليل، فدي كانت صعبه شويه، بس الحمد لله يعني اللعيبه الحمد لله عارفه المسؤوليه اللي عليها، والجهاز الفني واللعيبه تعبوا جدا مع بعض، والحمد لله يعني عدينا المرحله دي. الله يبارك فيك. ربنا مستمرين معاك يا كابتن هيثم، فرحه كبيره جدا ان حسام يوسف كمان هيكون معانا. يمكن كل الفرقه النهارده يمكن الحقيقه ادت اداء اكتر من مبروك حسام. طبعا كالعاده بنقول رجاله النادي الاهلي غير لما بتحط حاجه في دماغها بتحققها، نحقق ثلاث بطولات ده امر مش جديد على النادي الاهلي، لكن كان محتاج مجهود كبير جدا الفتره اللي فاتت. مبروك حسام، وببارك ليك وببارك لكل لعيبه النادي الاهلي. الله يبارك فيك، ومبروك لكل اهلاويه، مبروك لجمهور النادي الاهلي ومجلس الاداره واللعيبه والجهاز الفني. كلنا تعبنا طبعا، الظروف استثنائيه السنه دي، كورونا وراجعين والفورمه نزلت، كنا قبل الكورونا طبعا احسن من كده بكتير، بس الحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا عشان احنا تعبنا من اول السنه، وده تكليل لمجهود اللعيبه كلها الحمد لله. لكن عايز اشير لنقطه مهمه جدا، كابتن محمد مصلحي وقربه ليكم بشكل كبير، السن كمان ليه تاثير كبير جدا معاكم وعلاقتكم الطيبه جدا، ده مأثر معاكم بشكل كبير جدا على الفوز الفتره اللي فاتت بالنسبه للبطولات؟ اكيد طبعا، معظمنا لعب مع كابتن ميدو مصلحي في الملعب، هو اخونا الكبير ما بنعتبروش مدرب. العلاقه ما بيننا علاقه اسريه، كلنا اسره كلنا مع بعضينا، والحمد لله ده باين في الملعب، الناس كلها بتطلع اقصى حاجه عندها عشان تسعد الجمهور، وعشان الراجل ده بيتعب معانا كتير يعني. الله يبارك فيك. ربنا بنبارك اكيد يا كابتن هيثم، حاجه رائعه ومميزه جدا. كابتن محمود جمعه كمان مدرب فريق النادي الاهلي، الكل بيقوم بدوره. كابتن محمود مبروك، الكل بيقوم بدوره، هو ده النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي. عارفين لازم نكسب ولازم نحقق السعاده للجمهور اللي منتظر منكم كتير جدا بتحققوا الثلاثيه، وده مش جديد عليكم ومش جديد على كل لعيبه النادي الاهلي. والله الحمد لله وشك حلو علينا يا كريم. الحمد لله رب العالمين، السنه دي ربنا كرمنا بطوله عربيه وبعدين الدوري وبعدين الكاس، فالحمد لله رب العالمين. هي دي روح النادي الاهلي وهي دي رجاله النادي الاهلي، مش جديد عليهم والله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كريم، الحمد لله. جمهور النادي الاهلي بيمثل لكم بشكل كبير جدا، الفتره اللي جايه محتاج منكم كتير، وكان الكابتن محمود الخطيب كمان اشار لكده، قال لازم انتم تساعدوا كل الجماهير الفتره اللي جايه. مطلوب ايه الفتره اللي جايه؟ طبعا زياره كابتن بيبو لينا النهارده شرفتنا وادت لعيبه دفعه كبيره جدا.
جمهور النادي الاهلي ورانا على طول، متابعنا الحمد لله، دايما في ظهرنا، دايما بيدفعنا، بيبقى عامل رئيسي ان احنا نكسب. الحمد لله رب العالمين، طول ما هم في ظهرنا ان شاء الله نوعدهم ان احنا نقدم اكتر حاجه عندنا واحسن حاجه عندنا، ونعدهم السنه الجايه ان شاء الله بالثلاث بطولات او الاربع بطولات لو لعبنا افريقيا باذن الله رب العالمين ان شاء الله. شكرا يا كيمو، ربنا مبارك من جديد لكل نجوم النادي الاهلي، ويمكن لحظات ويكون طبعا المراسم التتويج لبطل كاس مصر النادي الاهلي. ارجع ليك للاستوديو كابتن هيثم، وسيب كل جمهور النادي الاهلي مع مراسم التتويج، وان شاء الله يكون لينا لقاءات من جديد. عوده ليك يا كابتن هيثم.